الساعة 5 بتكون ارتاحت واخدت على الجو. راح اطلب من المدام تشوفها الساعة 5. ست رولا، ممكن الكل يشوفوها بذات الوقت؟ مين؟ ملكة انجلترا مشرفتنا اليوم على الفايف اوكلوك تي؟ ومفروض نلبس رسمي او بيمشي الحال سبار؟ جليل، شو قصدك بهالطلب؟ اذا بتسمحوا لي اكون صريح، بعد كل هالسنين بدي الكل يعرفوا حدودهم من اول ما يشوفوا هالبنت. شو يعني؟ ما شايفين بنات عطرزها؟ بسلامة خبرتكم، بعد كل اللي صار مع زميلتنا حنان، بفضل تتعرفوا سوا على اللي اخذت مطرحها وتتفقوا مع الست على طريقة شغلها. حلو، وخواجه جليل عم بيحط علينا شرط نوظف خادمة بالبيت. البنت توظفت ورأيي مش مطلوب. ما بقدر حط شرط على حدا. عم جرب لاقي طريقة تسمح لي ضل مسؤول عن كل الخدم ببيتكم. وإذا بتفضلوا تعفوني من هالمسؤولية ما بقدر شدلكم. عن إذنك ست رولا. شو عم تستنتج؟ خايف عليها، الله يستر. الهيئة جيتنا بومبا على البيت. وأنت شو موقفك من البومبا؟ أنا كل بومبا من هالنوع بقبل تنفجر على راسي. لشو؟ وينين الخدمة بهالبيت؟ البنات ما يلبسوا عزاوهم. ما الهيئة رح ضاين هون؟ بعد ما شفتي شي مجبورة البسو؟ مفروض يطلع منيح عليكي، بعدين المدام بتنقيلي كتاب السهرة. سهرة؟ لما يكونوا عاملين سهرة بالبيت ويطلبوا منك تخدمي تجوفهم، في تياب خصوصي. لشو؟ المدام عم تكبر بالعمر وفي ستات صغار وحلوين مجبورة تعزمهم على البيت، بهمة تفرجيهم انه حتى الخدم ببيتها احلى منهم بكتير. كأنه هالمدام اخرتها بجهنم. بس المدام غدا معنا اليوم؟ افضل اتعشى بس. فضلي حالك على الساعه 5. لشو؟ اقعد معنا شوي. ما في بالعاده. حابب نكون مجموعين. مدري شو هذا فيك، بس ضجران كفايه تقبل عزيمتك. عال بدنا نحكي بصراحة اليوم. كل هالأهمية عشرف الخادمة الجديدة؟ الرجال ببيتنا زادوها آخر مدة. معكن خبر عائلتنا ما بتتحمل. عائلتنا ما بتتحمل فضايح. بكفينا اللي صاير مع حنان. في بنت جديدة رح تشوفوها اليوم. تعتبروها أمانة برقبتنا. مفهوم؟ أنا رقبتي ما بتحمل أمانات. يوري، بلفت لك نظرك إنك رجال مجوز. لا بليز، ما حدا يدخلني بالموضوع. أنا ومرتي متفقين. البابا كان عايز نقدي لشركته. ما تسموا الشغلة جايزة ومسؤوليات. استعملوني مرة وجوزوني.
بكفي. دونيا، انت راضي باللي عم بيعمله جوزك؟ لما صير راضي يكون هيدا جوزي، ببقى بجاوبك على سؤالك. ما حدا من رجال البيت عم بيعمل شي غلط، بالعكس انتو عم بتسكنوا ببيتنا بنات حلوين، تحطوهم بخدمتنا وتلبسون تياب تزرع نوايا حتى عند اللي بزمانه ما نوي. طبيعي نتصرف على طبيعتنا. جمال، عم تسمع؟ جمال، حكيتيني؟ من بعد إذنكم اسمحوا لي أعرفكم على زميلتي جديدة مريانا. قلبي قال لي إنه في بومبا رح تنزل على راسي. ما زال عارف إيش نازل على راسك. بنصحك تنتبه لهالراس. اعتذر من البنت. بهنيكي 1-0 وبترجاكي تقبل اعتذاري. مريانا، أنا اسمي رولا وبهتم بشغل البيت. ما تعيري دينتك للشباب، ما بيقصدوا شي من حديثهم إلا إذا حدا غلط وعطاهم وجه. مثل ما غلطت حنان وسودت وجه الكل. عرفتكن على زميلتنا، اسمحونا نستأذن. هيدي كمان ما رح تمرق على سلامي.